المركز الاول الى صدارة هذا الشوط. هناك مع انطلاقة مربوشة لسالم بدهيمي، بن حمد العامري ياتي على المركز الاول، بينما الشايبة على المركز الثاني، حميد بن عتيقة بن عبيد بن سعيد الهلي يتواجد على المركز الثاني، ثالثا معراض لسيف بن محمد بن سعيد المنصوري على المركز الثالث، بينما رابعا هناك الشاهنية محمد بن علي بن محمد بن عمير الراشدي يتواجد مع المركز الرابع في هذا الانطلاق. انتقل الى المركز الخامس وخامس المراكز، مياس المبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري مع المركز الخامس، بينما سادسا هنا شواهين لأحمد بن محمد بن مبارك الخيلي ياتي مع المركز السادس، وسابعا مع شواهين لسالم بن غالب بن سلطان المنصوري، بينما المركز الثامن فهناك انطلاقة الوارية لجمعة بن مبارك بن مغير الخيلي، وتاسع المراكز مع مياس السعيد بصغير محمود الينيبي، بينما المركز العاشر فهي قدر لمطر بن سعيد بن حضيرم الكتبي. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في هذا الشوط في هذه المنافسة الجميلة والتحديات المستمرة على أرضية ميداننا ميدان الوثبة عاصمة ميادين سباقات الهجن، حيث هذا السباق يأتي في بث حي ومباشر عبر قناة أبو ظبي الرياضية المتابعة لهذه الأحداث الجميلة والمستمرة في هذا الصباح الجميل، أيضا في أسبوع الكبار سن الكبار منافسات سن الحول والزمول من مسافة 8 كيلومترات، الحاضرات هنا المسافة الماراثونية المسافة الفعلية لهذا السن سن الكبار، ودائما تحلو المنافسة في المسافات الطويلة ومع سن الكبار الذي أيضا تقدم دائما لنا ما هو جديد وما هو ممتاز وما هو أيضا أجمل وأروع. إذن متابعينا الأعزاء نعود إلى المركز الأول، نعود إلى مربوشة اللي على صدارة هذا الشوط، إلى مقدمة هذا الشوط مع سالم بدهيمي بن حمد العامري أيضا من يأتي على المركز الأول ويأتي على صدارة هذا الشوط. هذا هو أيضا انطلاقة مربوشة واندفاعة مربوشة على المركز الأول، بينما تلاحق مربوشة تلاحقها الشاهنية لمحمد بن علي بن عمير الراشدي يتواجد أيضا على المرتبة الثانية، ويتحرك بن عمير ليكون حاضرا في هذه الانطلاقة وهذا التحدي. المركز الثالث معراض بالمركز الثالث بشعار سيف بن محمد بن سعيد المنصوري هو من يتواجد على المركز الثالث في هذه اللحظات. تنتقل مباشرة إلى المركز الرابع، من أجد على المركز الرابع وصلت فيه الشايبة لحميد بن عتيق بن عبيد بالهلي يتواجد مع المركز أيضا الرابع في هذه اللحظات، والمركز الخامس فهي شواهين الواصلة بشعار أحمد بن محمد بن مبارك الخيلي على المركز الخامس. أنتقل مباشرة إلى المركز السادس، إلى سادس المراكز، مياسة القادمة بشعار مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري حاضر على سادس المراكز في هذه اللحظات، بينما المركز السابع قدر بتتواصل أيضا تتواصل قدر بشعار مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبياتي، أو هناك هذه شواهين قادمة بشعار سالم بن مغالب بن سلطان المنصوري ياتي على المركز السابع، بينما المركز الثامن فحضور من قدر القادمة بشعار مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، والمركز التاسع فوصول من مياسة لسعيد الصغير محمود الجنيبي، وعاشرا من الوارية لجمعة بن مبارك بن مغير الخيلي. هذا هو النداء، هذه هي المنافسة، هذا هو التحدي، هذا هو الانطلاق الممتاز مع المراكز العشرة الأولى المتقدمة في هذا الشوط. أعود مباشرة
أعود إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط مع مربوشة اللي ما زالت على مقدمة هذا الشوط، تتراقص طربا وعشقا لهذا المركز، المركز الذي يطمح ويطمع له الجميع، جميع المتابعين، جميع المحبين لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. هذه هي مربوشة لسالم بدهيمي، بن حمد العامري يتواجد مع المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، بينما الشاهنية اللي على المركز الثاني تتواصل وتنطلق بالمركز الثاني بشعار محمد بن علي بن محمد بن عمير الراشدي مركز تركيز قوي على المركز الأول ومقدم نوعية جميلة من نوعياته الممتازة بشكلها الممتاز وأداها الكبير. هذه هي الشاهنية بالمركز الثاني تحمل الرقم 2 وتتواجد بالمركز الثاني بهذا الأداء الجميل. أتحول مباشرة إلى المركز الثالث وثالث المراكز من قادم. المركز الثالث هذه وتشوهين لسالم بن غالب بن سلطان المنصوري، ورابع المراكز الشايبة لحميد بن عتيق بن أيضا بن عبيد بن سيد بالهلي يتواجد مع المركز الثالث، ورابعا مع الشايبة لحميد بن عتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي هو من يتواجد على المركز الرابع، بينما المركز الخامس مع شواهين لأحمد بن محمد بن مبارك الخيلي مع المركز الخامس في هذه اللحظات الجميلة واللحظات الممتازة. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة الأولى إلى مقدمة هذا الأداء الكبير. هذه الشاهنية، الشاهنية اللي أداها 100%، الشاهنية اللي على المركز الأول بشعار محمد بن علي بن محمد بن عمير الراشدي يتواجد أيضا بالمسار الأول وبالانطلاقة الممتازة على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني مربوشة اللي على المركز الثاني بشعار سالم بن تهيمي بن حمد العامري هو على المركز الثاني في هذه اللحظات. تنتقل إلى المركز الثالث وتحول مباشرة إلى شعار بن غالب مع شواهين سالم بن غالب السلطان المنصوري، ورابع المراكز مع وأيضا الشايبة لحميد بن عتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي يتواجد مع المركز الرابع، وخامسا مع شواهين أحمد بن محمد بن مبارك الخيلي. سادس المراكز مياسة لسعيد بن الصغير بن حمود الإنيبي، والمركز السابع فهي الواصلة، هذه مياسة لمبارك بن سلطان مرخان أيضا المنصوري، والتحرك مع شواهين سالم بن سعيد بن سليم الدرعي، وأيضا المركز التاسع والدخول الممتاز من الشعارات الواصلة مع المركز العاشر الوارية لجمعة بن مبارك بن مغير الخيلي. هذا هو النداء، ولكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى صدارة هذا الشوط، أعود إلى المنافسة الجميلة المستمرة. الشاهنية على المركز الأول على الصدارة الأولى ما زالت متقدمة لمحمد بن علي بن محمد بن عمير الراشدي، يحضر بحضور الكبار، ولكن التغيير من مربوشة عادت واستعادت حقوقها المنهوبة. هذه هي مربوشة اللي على المركز الأول تغير إلى الصدارة. سالم بن تهيمي بن حمد العامري وصل بن غالب مع شواهين سالم بن غالب بن سلطان المنصوري، والتحرك هنا مع الشايبة على المركز الرابع لحميد بن عتيقة بن عبيد بالهلي يتواجد، والتحرك مع شواهين أحمد بن محمد بن مبارك الخيلي. الله 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 الله، غيرت مباشرة هذه الشايبة يا بالهلي راح استفتح الكيلو المتر الأخير.
الكبير مع المنافسة الأخيرة، مع المنافسة الكبيرة، مع التحديات الرائعة. إذن الشايبة 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 في ريعان شبابها، الشايبة في ريعان شبابها، تتراقص تتراقص طربا وعشقا لهذا المركز. حميد بن عتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي والمهلي ما يولي بالهلي، راح مع المركز الأول، راح إلى الصدارة، راح إلى المقدمة، راح هنا في اللحظات الأخيرة، 500 متر الأخيرة المتبقية من نهاية هذا الشوط، مع انطلاقة الشايبة اللي على المركز الأول. أحمد بن عتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي، بالهلي ينطلق، ولكن مياسة لمبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري يتحرك هنا، ينطلق في هذه اللحظات الجميلة، ينطلق في اللحظات المثيرة بانطلاقاته الأخيرة، ما بين الشايبة، ما بين مياسة، ما بين الشايبة، ما بين مياسة، اللحظات الخطيرة. إذن المنصوري وبالهلي، بالهلي ومنصور والمنصوري، اللحظات الأخيرة، ولكن بالهلي هناك مع انطلاقة هذا الاندفاع حميد بن عتيق بن عبيد بالهلي، تهانينا لك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت هناك مياسة مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري، المركز الثالث مع شواهين سالم بن غالب بن سلطان المنصوري، المركز الرابع كانت هنا الشاهنية محمد بن علي بن محمد بن عمير الراشدي، المركز الخامس كانت مع وشل لسعيد بن حمد بن حميد الدرعي. متابعين الكرام، مستمعين الأفاضل، شاهدنا المنافسة الجميلة والتحديات الرائعة، حيث كانت الشايبة بطلة لناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس إلى مالك الشايبة أحمد بن عتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي، توقيته الزمني المرافق لها، لحظات الفوز والانتصار 13 دقيقة 10 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. مياسة مناتت في المركز الثاني، لمبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري، توقيتها الزمني 13 دقيقة 11 ثانية وأيضا 6 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثالث وكانت حاضرة بالأداء الجميل هذا هو بن غالب مع 13 دقيقة 12 ثانية 6 أجزاء من الثانية، وصلت شواهين لسالم بن غالب بن سلطان المنصوري. تهانينا والناموس.